السلام عليكم حبيباتي، بقناتكم قناة بسمتي للتفصيل والخياطة. في هذا الفيديو طريقة تفصيل وخياطة قندورة. قندورة للمناسبات، القماش 3 متر، انت قماش حالي ديال المتر 65 ألف، جبت 3 متر والقالو 35 ألف للمتر. جبت على حساب جبت القياس اللي نخدم به، ما جبتش كيما نقولوا، جبت غير على حساب القياس اللي نخدم به. وجبت ليستخاس، ليستخاس 10 آلاف كيما نقولوا 10 آلاف المورسو يدير 10 آلاف. ليستخاس نتاع الطابي، نطوي القماش نطويه على الجهة نتاع الطول على 3 متر، يعني تطويوه نتاع كي نطويو القماش يكون 2.5 متر، نطويوها على الجهة تاع العرض، لكن كي تكون عندنا 3 متر تاع قماش نطويوها على الجهة تاع الطول. هاي الحاشية تجينا من الجوانب، ما تجيناش على الجهة العلوية. نطويه ونديرو الطريقة نتاع الفصالة نتاع القندورة. قندورة سامبل لكن للمناسبات تجي شابة. هيا نطويه، شوفو هنا سقت القماش تاعي مليح ونطويه. كاين اللي يبغي يقلع الاكمام ويطوي، وكاين كل واحد وكيش يفصل، لكن هنا الزبونة بغات القندوره ايفاز، لازم ندير لها العرض كلش نتاع 3 متر. واللي يبقى لي من الفصاله من فصل من جهه تاع الكتف يبقى لنا القماش ندير به الاكمام. هيا هنا طويت القماش ونديرو هنا، نبداو في الطريقة نتاع الفصالة. لاطاي نتاع القندورة 3 XL، دورة الكتف 22 سنتيم. ننزل نقطة التركيز 25 سنتيم، راني كتبت لكم القياس. دورة الصدر 33 سنتيم. ننزلوا لدورة الخصر ب 21 سنتيم ونديروا القياس تاع دورة الخصر. كل واحد يدير القياس اللي يناسبه. دورة الخصر 34 سنتيم. ونديرو دورة الورك، نزلت بواحد وعشرين سنتيم، دورة الورك 44 سنتيم. ونتراسيو باش نفصلو القندورة. القياس يناسب يناسب حتى 4 XL تقريبا. هنا نطلعو بثلاثة سنتيم ونديرو دورة الإبط. هاي نتراسيو هنا باش نفصلو القندورة وننزلو الإيفازي. هاي نتراسيو بالمسطرة ننزلو الإيفازي تاع القندورة، العرض تاع القندورة قاع درته. قلتلكم اللي بقالي من جهة من درنا دورة الإبط، اللي بقالي نفصل به الأكمام. هيا توليو تتراسيو وتفصلو القندورة. والقماش إيلاستي قلتلكم يناسب حتى حتى القياس نتاع 4 XL، يجي إيلاستيك مطاطي.
هنا نفصلو القندور. تراسيت كملت تراسيت بالطبشور ونولي نفصل. تبغيو تزيدو تعرضو تقدرو تزيد كي تراسيو تزيدو تعرضو. هنا دائما عندي زياده، كي نتراسي ونجي نفصل نزيد على القياس 2 سنتيم، نكون زايده ونولي نزيد، نزيد ندير حساب الخياطه ونولي نزيد 2 سنتيم مايلا للكتف، 2 سنتيم الدوره نتاع الامام والخلف 8 سنتيم، وننزلو في الجهه نتاع الخلف 4 سنتيم. هيا قلت لكم درت العرض نتاع القماش كلش. القماش ما يقصوش كي يقصونا، ما يقصوش قد قد. هنا نوليو نضرفو الزياده ونولي ندير الطول تاع القندوره. الطول درت 1.40 متر. هاي تطلعوا هنا ب6 سنتيم، طلعت ب6 سنتيم باش نقلع الجوانب، يجي الايفازي وتجي القندوره نازله من الجوانب. هنا فصلنا جهه الامام والخلف، نفصلوا الاكمام ونوليو نفصلوا الامام على الخلف ونفصلوا الجهه نتاع الخلف. ها هو قلت لكم اللي بقى لنا من الجهه نتاع القماش عند حرده الابيض فين درنا الدوره نتاع الابيض نفصلوا به الاكمام. الكم 3 كار. ديروا القياس تاع دوره الابيض. نولي نقلب احسن، نبغي ندير الدوره نتاع القياس تاع الكم من جهه، نبغي نقلب بهذه الطريقه هاي يخرج لي احسن. وتوليو تتراسيو كي العاده وتفصلوا الكم، تعينوا نقطة على حسب القياس تاع الدورة نتاع الإبط. هيا وتوليو تنزلوا للعرض نتاع نتاع الكم، يعني المرفق جينا في هنا في عند تحت كيما نقولوا فوق دورة المعصم. هيا تتراسيو وتوليو تقصو. هنا نقبض الوسط، دايما نديرو الوسط ونوليو نشكلو كي شغل الاس ونوليو باش نفصلو لكم. هيا نزل ب1 سنتيم ونطلع ب1 سنتيم ونولي نلاقيهم مع بعض. هنا الدورة تاعكم درت 22 سنتيم. هي 22 سنتيم قلت لكم درت في الدورة نتاعكم. هيا فوق الدورة نتاع المعصم. ونفصلو لكم التراسي وتوليو تفصلو باش تجيكم الطريقة سهلة. هنا نقلب باش يجيني على يديا باش نقدر نفصل كيما نقولوا براحتي باش يجيني سهل. تلف صالات لعب دور.
قبضوا الجهه نتاع الوسط، والقماش اللي بقى لنا نغلفوا به القندوره يعني نبطنوها 3 متر نتاع قماش قلت لكم. واللي ما تبغيش القندوره عريضه بزاف، تبغيها كيما نقولوا العرض ما تجيش كيما ما تجيش لارج، يكفيكم مترين ونصف. هنا نفصلوا الجهه تاع الامام، فصلنا الامام على الخلف، ننزلوا ب 18 سنتيم باش نديروا الفتحه نتاع الامام. هيا هنا نزلت ب 18 سنتيم ونشكل مربع. ننزلو بعشرة سنتيم ونعينو نقطة، وهنا ندخلو بزوج سنتيم باش نديرو القوس. ونوليو مع عشرة سنتيم ننزلو لتمنتاعش سنتيم، فين عينا 18 سنتيم تشكلو قوس الجهة السفلية. هاي تدخلو في الجهة تدخلوا بسبعة سنتيم، وتوليو تفصلوا الفتحة نتاع الأمام. هاي كملتها، هنا نفصلها. هاي الفتحة الأمام تخرج لنا بهالطريقة. هنا واش يبقى لنا نبطنو القندورة ونوليو نخيطوه، نركب القالو بطنتها بلا فيزلين والقماش. هاي خيطت لها القالو، كي تبطنوها تخيطو القالو. شوفوا كيش تركبوا القالو يجي شباب، كي ديروا لافيزلين يجي شباب، وتوليو في الاخير تقلعوا لافيزلين اللي ديروه، تخليو غير على حساب القالو. هاي هذا كاع نقلعه ما نخليهش، نولي نقصه. هاي بطنت الجهه نتاع الخلف، درت الاستخاص في الكمام في الدوره نتاع لكم. الاستخاص نخيطه بالماكينه، نخيطه عادي، واش هي كي تكونوا تخيطوا تخيطوا بالعقل ما تجريوش الماشينه. الاستخاص نتاع الطابي نلاقي القندوره من جهه تاع الكتف ونخيط الاكمام ونلاقيها من الجوانب وندير الكفه ونوريكم النتيجه نتاع القندوره في الاخير. تشوفوا الموديل نتاع القندوره. هيا راني مخيطه هنا موديل اول خيطته، نحط لكم الرابط في صندوق الوصف، تقريبا يشبه له لكن لاطاي اكس ال. تبغيو تصغروا تتبعوا هذا الفيديو. اللي تبغي تخيط الاكس ال قلت لكم هذا القماش شباب بزاف، تشريوه تبغيو تشريوه تلقاوه في محل بن علي في سيتي كادي عند الرومبوا نتاع الامير.
ولكن 35,000 عفوا 65,000 للمتر. شباب بزاف هاد القماش، تلقاو الاسم نتاعه في هاد في هاد القندوره اللي مخيطتها الفيديو نتاع هاد القندوره، راني دايره تما الاسم نتاع هاد القماش. هاي حتى هادي خيطتها خدمتها بالقالو وليستخاص، عجبتها الزبونه وقالت لي خيطي لي كيفها. النتيجه النهائيه نتاع القندوره خيطتها، القندوره جات طوب، جات شابه بزاف، قندوره نتاع مناسبات والقماش شباب بزاف. قلت لكم الاخوات اللي مغنيه او الاخوات اللي عجبهم ويبغيو يشريو في سيتي كادي عند الرومبوان تاع الامير محل بن علي. شباب بزاف هاد القماش، وبارد كيما نقولو، خفيف وبارد وجاي إلاستيك. مهما لو كان حتى القندوره تجيكم ضيقه ما تدخلكم، تجي شابه في اللبسه. هيا هنا خيطت القالو، خيطته بالخيط نتاع السبيب يعني الخيط نتاع الصناره، وليت خيط لي ستراس في الجهه نتاع الوسط. نعطيكم ثمن الخياطه نتاع هاد القندوره، تخيطوها 120,000 الثمن تاع الخياطه نتاعها برك، وتوليو تحسبوا الثمن نتاع القماش ونتاع القالو، القالو نتاعكم. المهم القامه نتاع القندوره. هاي القندوره جات قلت لكم شابه، جات شابه بزاف. وهنا خليت لكم في الصوره في الاخير، درت لكم القماش نتاع الجواهره. بزاف اللي راهم يدوروا عليه الجوهره، حنا نقولوا هنا جواهره، لكن كاين اللي يقول جوهره كاين اللي يقول الجواهره. ها هو نوريها عند المحل، فين تلقاوها؟ تلقاوها في المحل ساحه افريقيا عند القسمه، في مجيد القسمه راه تما موجود المحل، راه يبيعها 500,000 3 متر، يعني يبيع بالبلوزه بالحبه بالوحده فيها 3 متر. جواهره حره مرابيه شابه بزاف. هي عجبتني شابه بزاف، تجي تجي قرفطان، تجي تجي روعه. تخدموها بالراندا، تخدموها بالسفيفه، تخدموها باي طريقه، المهم تجي شابه بزاف وراها على الموضه، راها تمشى بزاف. هذه هي النتيجه النهائيه نتاع القندوره، وجبت لكم هذا الفيديو في الاخير تشوفوا هذا الجوهره. المهم راها موجوده قلت لكم عند مجيت القسمه اللي مغنيه، واللي يبغى يكون بعيد ويبغى يجي يشري قلت لكم في ساحه افريقيا. مع السلامه ونتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله.